السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الثالثة. إن شاء الله اليوم وصلنا إلى تشابتر 4 ضمن مادة السويل ميكانيك أو ميكانيك التربة النظري. راح ناخذ بتصنيف التربة السويل كلاسيفيكيشن. راح نتعرف بهذا التشابتر على طرق أو الطرق المستخدمة لتصنيف التربة، الأساسيات اللي تعتمد عليها هذه الطرق لتصنيف التربة، وكيفية حل البروبلم أو المسائل المتعلقة بهذا الموضوع. ناخذ فد مقدمة أو بداية مقدمة. بالمناسبة راح يكون هذا التشابتر اللي هو تشابتر 4 راح أشرحه في هذه المحاضرة هو عبارة عن معلومات عامة اضطلاعية، تمام؟ معلومات عامة اضطلاعية نأكد عليها ونقول شنو هي القوانين المطلوبة اللي راح تكتبونها ضمن ورقة القوانين، بالإضافة إلى الشارتات المطلوبة اللي راح ترفقونها ويا ورقة القوانين تحتاجونها بالحل لكل طريقة، تمام عيني؟ والمحاضرة اللي بعدها اللي هي عبارة عن ابليكيشنز هي اللي راح تكون تطبيقية، يعني هنا مجرد أنت تعرف المبادئ الأساسية والرئيسية لعمل تصنيف التربة، فلسفة تصنيف التربة، الطرق المستخدمة لتصنيف التربة، يعني معلومات عامة، تمام عيني؟ مو مطلوبة من عندك أنه تقرأ من عندها أمثلتها وغير، راح إن شاء الله على المحاضرة اللي بعدها راح تكون تطبيقية ابليكيشن بالكامل. سو هسه احنا نريد نفهم نظرية تصنيف التربة. يقول لك هنا بالحالة الأولى كإنترودكشن different soil with similar properties، اختلاف أنواع التراب، التراب المختلفة مع ممكن التشابه البسيط بخواصها يمكن أن نصنفها إلى جروبات أو مجموعات أو مجموعات فرعية sub group. هذا عليه من يعتمد على تصرفها الهندسي، تمام؟ So soil classification بصورة عامة classification system التصنيف النظام التصنيف يوفر لنا فد لغة معينة بالتصنيف. The classification system proves a common language to community or constantly express in general character. هذا التصنيف العام أو لغة التصنيف تعتمد على الخواص العامة general character of soil، وكذلك infinity varied ومقدار الاختلاف without details description، تمام؟ السويل كلاسيفيكيشن سيستم نظام تصنيف التربة يتصنف هذا يعتمد على اون سمبل اندكس، على مؤشر العينة او مؤشر خواص العينة. يعتمد اذا بصورة عامة على مؤشر خواص العينة بهذه الطريقة السمبل اندكس بروبرتيز such as. شنو هي السمبل اندكس بروبرتيز؟ يشمل لنا البارتيكل سايز ديستريبيوشن حجم الحبيبات اند محدودية أو مقدار أو حدود الالتصاق أو التناسق الكونسيستي ليميت اللي هي حدود أتربك وتناولناها بشابتر 2 شابتر 3، وكذلك البارتيكل سايز ديستريبيوشن حجم الحبيبات. سو هسه إذا نكمل المحاضرة إن جنرال ذير آر تو ميجر بصورة عامة ميجر كاركترايز ميجر عندك جيوكاتريس into the classification of soil. أهم مبدئين أو كريتيريا معتمدة بعملية تصنيف التربة تعتمد على اثنين كريتيريا. Number one هو texture، نسجة التربة. إذا texture classification اللي هو يتصنف is based on the particle size distribution. إذا أول تصنيف شو يسمونه texture classification، هذا عليه من يعتمد؟ يعتمد على توزيع حجم الحبيبات ال particle size distribution of the percent كنسبة مئوية يؤخذ المل للساند والسلت والكلي، تمام؟ fraction and the even soil. هسه نجي على البعدة the other major، التصنيف الآخر is based يعتمد على التصرف الهندسي. إذا أول تصرف كان أول تصنيف يعتمد على شنو؟ على texture classification، والتصنيف الثاني يعتمد على من؟ على التصرف الهندسي للتربة engineering behavior of soil، تمام عيني؟ اللي إيش راح يأخذ بنظر الاعتبار؟ هسه بنقول ليش أخذ نظر الاعتبار؟ أخذ نظر الاعتبار البارتيكل سايز ديستريبيوشن، بينما إذا تصنفناها على أساس التصرف الهندسي للتربة تأخذ بنظر الاعتبار اللي هو البارتيكل سايز ديستريبيوشن والبلاستيسيتي ولدونة التربة. اللي هي إيش تشمل لدونة التربة؟ تشمل الليكويد ليميت والبلاستيسيتي إندكس. الليكويد ليميت حد السيولة، والبلاستيسيتي اندكس هو مؤشر اللدونه. اندر ذا كاترولوجي ذير ار تو ميجر كلاسيفيكيشن، اعتمادا على التصنيف الهندسي تتصنف الى اثنين، يعني اصنفن عن طريقتين. الطريقه الاولى هي طريقه الاشتو، الاشتو كلاسيفيكيشن سيستم. الطريقه الثانيه الطريقه اليونيفايد كلاسيفيكيشن سيستم. اذا الطريقه الاولى الاعتماد الاول بطريقه فقط، هسه راح نجي نوضحها.
اعتمادا على التصرف الهندسي، وتقريبا هي اللي تهمنا راح، واللي على اساس الكريتيريا اللي قلناها البارتيكل سايز ديستريبيوشن ومؤشر البلاستيسيتي، يتصنف الى اثنين. بالطريقه الثانيه طريقه الانجينيرنج بيهيفير سوير راح تتصنف التربه على طريقتين، اما نصنفها بطريقه الاشتو اللي هو التصنيف الزراعي الاشتو كلاسيفيكيشن سيستم، او الطريقه الثانيه تسموه التصنيف الامريكي الموحد ذا يونيفايد كلاسيفيكيشن سيستم. تمام عيني، هسه هنا ان شاء الله الامور واضحه عندك بصوره عامه. انا بدك بس تفهم المبادئ الرئيسيه للموضوع. السويل كلاسيفيكيشن تصنيف التربه، الكلاسيفيكيشن اوف سويل از سيبريشن هو فصل التربه الى مجموعات او اصناف، لكل صنف له خواص متشابهه تقريبا، ما نقول متماثله كلها متشابهه، لا متشابهه تقريبا ان بوتنشيالي، واحتمال تمتلك ايضا نفس التصرف، يعني متشابهه الخواص ومتشابهه التصرف، يعني حبيبات التربه الطينيه مع بعض، حبيبات التربه السلطيه مع بعض، مع بعض الساند مع بعض الكلي مع بعض بهذا الشكل. شنو هاي التصنيف؟ الكلاسيفيكيشن اوف انجينيرنج بيربوس شود بي بيس مينلي اون ميكانيكال بروبرتيز، اعتماد على اول شيء الخواص الميكانيكيه للتربه. شنو هي الخواص الميكانيكيه؟ البيرمابيليتي النفاذيه، الاستفنس القوه، السترينث مقاومه هذه التربه. The aims of a classification system is establish راح ينشئ لك عدة شروط condition اللي على أساسها تعتبر هاي شروط مهمة للمقارنة between different soil. يعني مثلا أقول البيرمابيليتي للتربة، ما هو الفرق بين البيرمابيليتي للتربة الطينية والتربة الرملية؟ تقول البيرمابيليتي للتربة الطينية قليلة، لكن للرملية شو تكون؟ تكون قوية عالية high permeability. الاستفنس للتربة الطينية كذا للتربة، يعني كل ما تقدر عن طريق هاي الخواص الميكانيكية تقارن بين الترب. تمام عيني، between two different soil. The system must be simple. The relevant criteria الكريتيريا المكتشفة for classify أيضا تعتمد على size distribution، نفس الشيء اللي تناولناه مسبقا على توزيع حجم الحبيبات والبلاستيسيتي of soil. The particle size distribution شو يقصد به؟ meaning the distribution توزيع البارتيكل سايز ان سويل سامبل، اتس نيسيسري يعتبر ضروري to conduct in different particle size test. ال weight saving is carried out ال يقصد ب اللي separating from هاي ايمن نستخدم شرط للحبيبات. هسه هذا الاول يستخدم، طبعا احنا عندنا طريقتين لي حتى انا هسه البارتيكلز قلنا اول كريتيريا حتى اصنف بها التربه على طرق التصنيف يحتاج من عندي اعرف البارتيكل سايز ديستريبيوشن. تمام، نرجع كم طريقه عندي اصنف بها البارتيكل سايز ديستريبيوشن؟ عندك طريقتين، الطريقه للحبيبات التربه اللي اعلى من قطر 57 مايكرون، يعني اللي ما تعبر من منخل رقم 200، شلون اصنفها؟ اصنفها باستخدام التصنيف الجاف، التحليل المنخل الجاف تناولناه بالعملي السيف اناليسيس. شنو اسمه؟ اسمه الدراي سيف اناليسيس. هاي طريقه التحليل المنخل الجاف اللي هو عباره عن يبدا من منخل رقم 4 وصولا الى منخل رقم 200، العابر من 200 راح نتصرف ويا غير تصرف. هسه اللي احنا الموجود بين هذا سيف المناخل، شلون نحلله؟ نحلله باستخدام الدراي سيف اناليسيس. تمام عيني؟ طيب دكتوره، العابر من منخل رقم 200، العابر يعني الانعم من منخل رقم 200، يعني ايش قد قطره اللي منخل رقم 200؟ اللي هو 75 مايكرون. ايش راح نتعامل وياه؟ نروح نسوي له عمليه التحليل باستخدام الهايدروميتر، عمليه الغسل، سيبريتنج فاين جرين فروم كورس جرين باي واشنج، بعمليه الغسل السويل سبيسيم، واستخدام قانون اللي هو قانون ستوك، يعني فحص تحليل الهيدروميتر. اذا هسه نذكرهم بصوره سريعه ومبسطه. انا مو عندي طريقتين لتصنيف التربه حسب العفو كريتيريا، اول شيء على التكستشر والثانيه اعتماد على التصرف الهندسي. كل الطريقتين المعيارين، الطريقه الثانيه على المعيار الهندسي بطريقتين، طريقه الاشتو والطريقه الثانيه التصنيف الامريكي الموحد، والطريقه الاولى تعتمد بس على التكستشر. طيب هاي الطرق ككل عليها من تعتمد بالدرجة الأولى كأول معيار إلها؟ هو قلنا البارتيكل سايز ديستريبيوشن. إذا الآن شلون هسه أجي أحدد البارتيكل سايز ديستريبيوشن، طريقة توزيع حبيبات التربة شلون أحددها؟ عندي طريقتين. الطريقة الأولى إذا كانت التربة يعني أعلى من منخل رقم 200،
اللي هو يصير تقريبا اخر منخل قبل البان، اعلى من منخل رقم يعني الغير عابره من منخل رقم 200 من منخل رقم 4 الى منخل رقم 200. هذا شلون احللهن؟ استخدمهن طريقه التحليل الجاف، التحليل المنخل الجاف باستخدام سيت المناخل، وتناولناها وتقدرون ترجعون لمحاضرة العملي تشوفونها مشروحة باليوتيوب بشكل تفصيلي شلون أجرين التحليل المنخل الجاف. طيب الحبيبات التربة العابرة من منخل رقم 200 شلون أسوي لها؟ شلون أصنف تربتها البارتيكل سايز ديستريبيوشن؟ شلون أصنفها إلها؟ أكو طريقة اسمها الهايدروميتر أناليسيس، طريقة فحص مقياس كثافة السوائل، أيضا شارحتها باليوتيوب ضمن الجزء العملي بشكل تفصيلي. إذا تريد تطلع وتراجع المعلومات شلون أنا أحدد نوع التربة، إذن أول محدد هو البارتيكل سايز ديستريبيوشن، لازم عندنا طرق نسوي له تيست بيها. فعندنا طريقتين، الطريقة الأولى الدراي سيف أناليسيس يستخدم لحبيبات التربة الكورسر دان يعني الأخشن من 75 مايكرون يعني اللي ما تعبر بالمنخل رقم 200، تمام عيني. والطريقة الثانية اللي هو الهايدروميتر أناليسيس، الهايدروميتر شوف هسه لاحظ هذا هو هذا يقصد بها الطريقة الجافة، طريقة جافة اللي هو سيت المناخل اليو اس ستاندرد سايز ديستريبيوشن، طريقة القياسية يبلش من منخل رقم 4 وصولا الى منخل رقم 200 270، يعني اذا كريتيريا عالية يعني مو مثل ما نقول مو للطلبة الاولية، للطلبة العليا يعني ما يهمكم انتم حاليا، يهمكم للمنخل رقم 200 والبعدها يوضع البان اللي هو احنا نسميه الوعاء النهائي اللي يكون غير مثقب نهائيا اللي هو هذا. لاحظ من اول منخل الى منخل رقم 200 الحبيبات اللي ما تعبر من هذا المنخل يعني من رقم 4 الى حد رقم 200 غير العابره من منخل رقم 200 والمتبقيه بحبيبات رقم 200 هذين نسوي لهم طريقه التحليل المنخل الجاف. هسه نجي حللناه المنخل الجاف وعرفنا نتائجهن وهاي فتحات المناخل، هسه نجي نصنفهن. هسه المن بطريقه التحليل المنخل الجاف اذا التربه رمليه حصى طلعت يعني شلون اعرفها حصى ولا صلت ولا ساند؟ اذا لس ذان 5% تجي على منخل رقم 200 هذا اللي هو منخل رقم 200 تجي عليه. اذا العابر من عنده اقل من 5% اقل من 5% تمام عيني التربه اللي هسه نحلل اول تربه اللي هي حللناها على شنو؟ على سيف سيف يعني المناخل استندرات مال المناخل. نجي هسه اذا التربه كانت العابره من منخل رقم 200 واحنا راح نطلع بالنهايه هسه راح نجي نتعلم نطلع العابر ونطلع كذا، اذا كانت نسبه العابر 5% لس دان 5% يعني مو 5% 4% 3% 2% الموجود بمنخل رقم 200 اذا ايش تصنف؟ ويل جريدد او بورل جريدد. هاي تجي شلون هسه بعدين نصنفهن هسه نجي نتعلمهن. اما ويل جريدد مصنفه جيدا اللي هو طيب دكتوره هذا الجي المن يرمز للجريدد؟ لا يرمز للجرافل، لكلمة الجرافل حرف الجي الأول من عنده جي، إذا ويل فصير جي دبليو، وإذا تصنيفه سيء تدرجه سيء فجي بي. طيب دكتورة شلون أعرف هاي أو هاي؟ هسه نجي نوضحها، هسه بصورة عامة إحنا دا نحكي. اثنين إذا كان العابر على منخل رقم 200 إحنا هاي المناخل بعدين راح شو نسوي لها؟ نطلع هسه راح مثل ما أخذتوها بالعملي، إلى أن آخر شيء آخر حقل نطلع الفاينر، نسبة العابر 100%. تمام؟ هسه احنا نحكي على اخر حقل من نطلع بالنتائج 100%، اذا نسبة العابر بين الخمسة والاثناعش بالمية على منخل رقم 200، هسه يا هالمحدد القياسي مالتي منخل رقم 200، اذا بين الخمسة والاثناعش بالمية هنا راح تتصنف حسب ايضا راح نجي نوضحها، اما نسميه حصى جيد لكن شنو يسميه؟ جي ام، حصى جيد لكن يحتوي على صلت، او حصى جيد يحتوي على كلي جي كلي، او حصى تدرج سيء هاي حصى جيد حصى جيد لكن هنا يحتوي على صلت وهنا يحتوي على كلي، وهنا جي بي وهنا يقصد به حصى سيء او تدرج ذات تدرج سيء، وهنا ايضا حصى ذات تدرج سيء لكن هنا يحتوي على كلي وهنا يحتوي على صلت. طيب دكتور شلون نعرف هاي الرموز؟ هسه ثواني نتعلمها. مور ذان اذا كانت نسبه العابر على منخل رقم 200 اكثر من 12% هنا راح نجي نحدد نعرف لازم احنا مقدار ال WL وال WB اللي هي الووتر كونتينت، هسه راح نجي الاول سويل باسنج يعني نحدد البلاستيسيتي اندكس مؤشر اللدونه اللي تناولناه بشابتر 3، ترى عندكم قانونه موجود تحسبون مؤشر اللدونه.
اللي فوق الخط اكو خط راح تلقونه هسه بتشارت، هذا التشارت ياخذ ينوضع ضمن لستة القوانين اللي انت تحتاجونه بالحل. اذا فوق الخط القيمه للبلاستيسيتي اندكس فيصنف جي سي، واذا على الخط نفسه راح يصنف جي ام يعني كلي سي يعني سلت وكلي، واذا تحت الخط اللي هو الاي لاين او يسمونه الهاتر زون يسمونه بمنطقة السلط، فقط السلط. هذا هو بالضبط، هذا هو بالضبط. شوف الجروب سمبل الجي اللي ما نرمزها للجرافل، والاس للساند، والام ايش نرمز له؟ سلط، والكلي السي هذا تاخذونه تسوون له سكرين شوت وتوضعونه ضمن ورقة القوانين. السي كلي والاو اورجانيك، هاي ما تهمك حاليا انت نسب الاورجانيك والبيتد اند. هسه نجي البي تي، البيتت اد هايلي اورجانيك سويل، لان تقريبا يعني احنا ما راح نتناولها صراحه بدراستنا، يعني يسمونها الهاي يعني الدراسات العليا ممكن اعمق يتعمقون بين، لا راح يدخلون سيدمنت وغيرها بهاي الامور. نجي اذا التربه البلاستيسيتي مالتها عالي شو نسميها؟ هاي بلاستيسيتي. الهاي بلاستيسيتي شنو رمزه؟ نرمز له بس اتش. واذا المؤشر اللي دونه مالته قليل شنو نرمز له؟ لو بلاستيسيتي، نرمز له ال. وهذا اذا ويل جريدد مصنفه جيدا دبليو، واذا بور جريدد نسميها بي. تمام عيني. وهذا الجروب نيم، لاحظ هنا هسه هذا هو خط الاي، هذا هو الخط، هذا الاي مو المنقط، هذا هو الاصلي اللي كله صلت، هذا يسمونه الاي لاين. شلون احسب له البلاستيسيتي اندكس الاي لاين؟ 0.73 افتح قوس ليكويد ليميت للتربه ناقص 20. واليو لاين، اليو لاين هو هذا الخط المنقط، اليو لاين هذا شلون احسب له البلاستيسيتي اندكس؟ 0.9 افتح قوس ليكويد ليميت ناقص 8. طيب دكتوره يمتى انا احسب الليكويد البلاستيسيتي اندكس؟ بس بهاي الحاله اذا كان نسبه العابر من منخفض رقم 200 بين ال 12 مور ذان 12%، اكثر من 12%. تمام عيني. هاي التصنيفات ناسة اذا كانت واقعه بضمن بين، اذا كانت واقعه بين ال شو اسمه بين الاي خط الاي وبين خط اليو وضمن هذا الصنف البلاستيسيتي اندكس شو اسمها؟ سي ال ام. منها تاخذ التسميه، منها تاخذ التسميه. تمام عيني. سي ال ام ال. نجي هنا اذا واقعه هنا كل من لها تسميه، اذا واقعه هنا تحت الخط مال الاي شنو اسمها؟ ام اتش او نسميها او اتش. بس على طيب احنا شلون دكتوره نعرف؟ لازم عندك الليكويد ليميت والبلاستيك ليميت، ليكويد ليميت والبلاستيك ليميت. تجي اول خاصيه تقول انه العابر اكثر من 12% مثلا على هاي الحاله، اوكي عابر اكثر من 12%، ايش قد الليكويد ليميت للتربه؟ مثلا 70. تمام 70. احسب البلاستيسيتي اندكس، مثلا طلعت لك البلاستيسيتي اندكس للتربه طلعت مثلا قيمتها مثلا خلينا نقول 30. تمام تجي تسقط ال 70 وال 30 هنا وقعت، شو صنف التربه؟ على هاي التسميه الموجوده هنا. تمام عيني. هنا وقعت مثلا كانت 10 طلعت لك البلاستيسيتي اندكس وهاي 70، شنو صنف التربه؟ التسميه الموجوده هنا ام اتش يعني شنو؟ سولت. الام شنو رمزه؟ للسولت. والاتش شنو رمزه؟ للهاي بلاستيسيتي. تمام عيني. في هذا اول شارت يدخل وياكم ضمن ورقه القوانين، تقصونه وتخلونه بالورقه الوورد مال القوانين يدخل وياكم ضمن الشارتات. الفحص الثاني اللي قلنا عليه لحبيبات التربه العابره من منخل رقم 200، شلون احلل هالبارتكل سايز ديستريبيوشن؟ استخدم طريقه الهايدروميتر او يسمونها طريقه الترسيب وتناولناها بالعملي، او يسمونها طريقه مقياس كثافه السوائل. العملي مالتها واضح، تقدر ترجع الى محاضره العملي باليوتيوب وتعرف كل تفاصيلها. تمام عيني. نجي هنا على حسب التربه الترايل ايش قد نسبه الليكويد ليميت وايش قد البلاستيسيتي اندكس. اذا كانت هاي الهايدروميتر الليكويد ليميت هاي منطيق اصناف كريتيريا، بالمناسبه هو ينحل على اعتماده على قانون ستوكلو اللي هو يحسب لك سرعه السوائل الجسيمات الصلبه داخل سائل. تمام عيني. واتوقع هذا ماخذينه بالفيزياء قانون ستوكلو. فالليكويد ليميت ايش قد نسبته مع البلاستيسيتي اندكس ايش قد راح تصنف على اساسها التربه اللي هو كلي. هسه نجي هذا نوضحه بشكل اكثر، يسمونه اورجانيك. هاي جدول بصوره عامه ما مطلوب من عندك. نجي هسه التكستشر كلاسيفيكيشن، التكستشر كلاسيفيكيشن اللي هو الترينجل كلاسيفيكيشن. نرجع دكتوره هذا شنو التكستشر؟ ارجع لكم الى اول صفحه، اول صفحه من صنفنا التربه قلنا السويل كلاسيفيكيشن سيستم تتصنف الى تصنيفين اعتمادا على البارتكل سايز ديستريبيوشن واعتمادا على
حدود الاتساق الكونسيستي ليمت اللي سميناها الاتربيك ليمت الى اثنين ميجر تو ميجر كاتالوجيز. الاول شنو التيكستشر كلاسيفيكيشن، والثاني الانجينيرنج سويل بيهيفير كلاسيفيكيشن. تمام عيني؟ الثالثن اول التيكستشر كلاسيفيكيشن بس ما بيطرق، هو بس طريقه هو يعني نوع واحد، لكن الانجينيرنج بيهيفير سويل كلاسيفيكيشن بطريقتين الاشتو واليونيفايد التصنيف الموحد. طيب ذن التصنيفين التيكستشر والانجينيرنج بيهيفير يعتمد على اول حاله قلنا لازم نعرف البارتكل سايز ديستريبيوشن. دكتوره شلون عرفناها؟ عرفناها عن طريق طريقتين يعني باستخدامين، التراب اللي اعلى من 200 باستخدام التحليل المنخضي السيف اناليسيس، والتراب اللي اقل من 200 العابره عن طريق تحليل السيدمنتيشن هايدروميتر. تمام عيني؟ اللي هو مقياس كثافه السوائل. هسه نجي راح ناخذ اول طريقه اللي هي طريقه التيكستشر. طريقه التيكستشر هاي التيكستشر كلاسيفيكيشن اللي يسمونها طريقه التصنيف المثلثي تراينجولر كلاسيفيكيشن. تمام عيني؟ على هذا الشارت هسه نجي على هذا الشارت عندك الايسريتيف راح ها بهاي الطريقه الاولى مو راح تكتب القوانين، اكتب لنا القوانين الثلاثه. تكتب نمبر 1 بالتصنيف هي طريقه التيكستشر كلاسيفيكيشن تراينجولر كلاسيفيكيشن، تكتب لي قوانينها. دكتوره وين قوانينها؟ هاي قوانينها، هاي الساند سايز ايش قد نسبته؟ نسبته 10% يعني كنسبه. ايش قد نسبته القوانين الرئيسيه مالته؟ هي هاي القوانين حتى نكتبها احنا يصير واضحات امامنا. هاي هنا هسه هذا هو التيكستشر، هذا يدخل وياك للامتحان ايضا تقصه وتكتب عليه اليو اس ديبارتمنت اجريكلتشر اوف تيكستشر كلاسيفيكيشن، هذا يدخل وياك للامتحان ايضا كشارت. اذا جبت لك السؤال واريدك تحليها بطريقه التيكستشر كلاسيفيكيشن فتحله على هاي النسبه. لازم ايش يحتاج هذا حتى تحله؟ تطلع نسبه العابر من الكلي، نسبه الكلي الموجود بهاي التربه، ونسبه الطين، نسبه السلط او احنا نسميه الغريان، ونسبه الطين، ونسبه الرمل. تطلع ذن النسب الثلاثه على اساس ذن النسب الثلاثه تحلل. تمام عيني؟ على اساس ذن النسب الثلاثه انت تحلل. لاحظ هسه هاي القوانين، العفو هاي القوانين اللي تحتاجها، هاي القوانين. طيب دكتوره هاي القوانين اذا منطيني جرافل استخدم هاي القوانين، المودفايد ساند شو يساوي لنا؟ نسبه الساند على 100 ناقص الجرافل بالمئة في 100%. مودفايد سلط اذا هاي اول قوانين خاصه بطريقه التيكستشر، ذن الثلاثه تكتبهن. تمام عيني؟ طيب دكتوره شلون اصنف بي؟ ناخذهن ضمن الجزء الابلكيشن، من احللكم ذاك المحاضره القادمه ان شاء الله، مسائل راح نحل، لكن انت تحتاج ثلاث نسب اللي هو نسبه الساند ونسبه الكلي ونسبه السلط، تحددهن ضمن النسب الثلاثه وعلى اساس راح نصنف. شوف هسه هنا عندك سؤال بس ما راح نحل السؤال بهاي المحاضره، ناخذه عن المحاضره القادمه، نرجع على الامثله نحل. هسه اريدك تفهم فلسفه الماده. شوف هنا طلعنا على القوانين، طلعنا النسب الجديده المعدله، لان الشارت ايش يحتوي؟ يحتوي على جرافول؟ لا ما يحتوي، فقط ساند وسلت وكلي، فطلعنا نسبه الساند والسلت والكلي كل وحده. بعد ذلك راح نصنفهن، نقول الاي شنو صنفها؟ على حسب التنسقط طلع صنفها جرافولي كلي لوم، الثانيه جرافولي لوم كلي جرافولي كلي. تمام عيني؟ وشلون نصنفهن دكتوره؟ كتطبيق ابلكيشن ناخذه على المحاضره القادمه. التصنيف الثاني اللي هو شنو اسمه كان؟ اعتمادا على التصنيف الهندسي، الاول تيكستشر والثاني هذا ذكركم به اعتماد على الانجينيرنج بيهيفير. هسه راح ناخذ الانجينيرنج بيهيفير كم طريقه به؟ طريقتين، طريقه الاشتو وطريقه التصنيف الامريكي الموحد. هسه نرجع على الطريقتين، طريقه الاشتو وطريقه التصنيف الامريكي الموحد. هذا الانجينيرنج بيهيفير نمبر 1 اليونيفايد سويل كلاسيفيكيشن اللي هو طريقة احنا نسميه طريقة التصنيف الامريكي الموحد، هذا يعتمد على الحبيبات، هذا لازم يدخل وياك تشارت، هذا تشارت يدخل وياك ايضا تقصة تكتب هذا خاص بيا طريقة او طريقة التصنيف الامريكي الموحد. تمام عيني؟ نجي على هذا العابر هنا، هنا بوردر كوبلز جرافل. تمام عيني؟ هذا شنو الفاصل بين الجرافل والساند؟ منخل رقم 4، وشنو الفاصل بين الساند والسلت والكلي؟ منخل رقم 200. تمام عيني؟ هذا ضروري يدخل وياك، هذا يدخل وياك على اساسه تصنف انت التربه. ايش تقول؟ اذا بنوا الاي لاين، اذا تحت خط الاي لاين ايش تستخدم رمز؟ هو الاب. فاذا الليكويد ليميت اعلى من 50 هاي تقصها وياك يعني بالكامل، هاي
من تقصها تقصها وياك بالكامل. اذا الليكويد ليمت اعلى من 50 فيسميها هاي بلاستيسيتي، واذا الليكويد ليمت اقل من 50 نسميها لو بلاستيسيتي، يعني مؤشر لدونه قليل. هذا راح نستخدم تشارت بتصنيف اليونيفايد. وطيب دكتورة شلون أصنف به؟ راح ناخذه بالمحاضرات التطبيقية اللي هي المحاضرات حل الأمثلة. الطريقة الثانية يسموها الطريقة الزراعية، الأشتو كلاسيفيكيشن سيستم، تمام عيني؟ هاي تصنف التربة إلى جروبات أيضا نفس الشيء اعتمادا على طريقة الليكويد ليمت والبلاستيك ليمت وبعض التصنيفات. هسه نجي هنا على حسب هاي، هذا هو طريقة الأشتو، هذا الجدول يدخل وياك تقصه بالكامل ويدخل وياك هذا مع تفاصيل الداخلية اللي بالأسفل، هذا يدخل وياك بالكامل. فشنو صنف التربة تصنفها؟ A1 A1A A1B A1، تمام عيني؟ طيب شلون على هاي التصنيفات دكتورة شلون أقراهن؟ راح ناخذهن بالأمثلة، لأن ذا شرحت لك إياهن حاليا راح مثل ما نقول يضيع عليك، بس من أنطيك سؤال تطبيقي ونحل به بالتفصيل لا راح تقول انه يعني راح تتعلم على التيبل بطريقه تصنيف الاشتو بشكل تفصيل، وكذلك الطرق الفوق اللي تناولناها مسبقا، تمام؟ بهذه الطريقه البلاستيسيتي البارتيكل سايز ديستريبيوشن، نجي هنا نصنفها ايضا اذا كاشتو كنسبه مثلا الليكويد ليمت مع البلاستيك ليمت حسب، ونحسب البلاستيسيتي اندكس تمام كقيمه حتى نعرف نصنفها ضمن اي. طيب دكتوره هذا الجدول الى تشارت؟ اي نعم هذا التشارت مالته، هاي تصنيفات الترب هنا، هاي الشارت اللي خاص بهن، تمام عيني؟ هاي الشارت خاص بهن نفس القيمة. هسه هنا دي يقول لك ارسم هذه الترب شاول بولت اوف رينج، الفيجر هذا موجود البلاستيسيتي اندكس مع الليكويد ليمت، ايضا هاي قيم تصنيفهن بالضبط نفس الشارت الاول. تقدر نستعين بطريقة الجدول يكون كلش كافي بعملية التصنيف، تمام؟ طيب طريقة تصنيفها شلون سوان الجروب خاص بها؟ لازم احسب الاف نسبة العابر من المخل رقم 200، هذا الجدول هذا القانون تكتبه الي، هذا القانون تكتبه الي ايضا ضمن ورقة القوانين، وراح ناخذ ان شاء الله بالجزء الحال بالامثل الخاص بالامثلة وناخذ تصنيفه. هاي يوضح لك هنا تصنيفات عامة، الكونكريت بيفمنت هاي للطرق، التيبيكال بيفمنت سيستم هاي معلومات عامة يعني ما تهمك انت حاليا. هاي اكزامبل 1 ناخذ اكزامبلات بمحاضرة وحدها. نجي هنا اليونيفايد سويل كلاسيفيكيشن سيستم، الميجر سمبل، الجي جرافل، الاس ساند، الام سلت نفس الشيء قلناه، السي كلي، الاو اورجانيك، البيتت اللي هو الاصغر بعد يحتوي على مواد عضويه، المودفر. هنا اذا تربه تصنيفها جيد يسمونها وول جريدد، لما نستخدمها الجرافل والساند، والبي البورل جريدد اللي هو الجرافل والساند ايضا، الهاي بلاستيسيتي لما نستخدمها للسلت والكلي والاورجانيك سويل، اللو ايضا للسلت والكلي والاورجانيك سويل. هذا الجدول ضروري تفهمه بالتفصيل، هذا الكويك ريفيو والميجر سمبل والموديفار ذني ضروري تفهمين كل يعني هذا الرمز كنت تعرفه شنو هو، تمام عيني؟ لان ممنوع تدخل هاي الرموز من ورقة القوانين، فمن هسه هاي الرموز لازم تفهمين كل رمز شنو يعني لك، تمام عيني؟ فهذن جدا ضروريات جدا ضروريات. هسه هاي صنف لي هاي التربه سي اتش معناها تربه طينيه عاليه البلاستيسيتي او عاليه الليكويد ليمت، او تربه طينيه لو ليكويد ليمت، او هنا او هايت يعني اورجانيك هايت مواد عضويه هايت او اورجانيك لو، تمام عيني؟ هالشكل تتصنف. يا هل نقدمه نقدم اسم التربة على البلاستيسيتي، راح نوضحهن الكريتيريا بتصنيف التربة على المحاضرة التطبيق الأسئلة. إذا هنا إذا نريد نصنف كتربة جيدة أو تربة سيئة، well graded، وأول شيء نطي اسم التربة الرئيسي اللي هو مثلا شنو هو gravel، نطي gravel. إذا كان الجرافل إذا كان الدور نطي نوع التصنيف، نوع تدرج العفو، تدرج جيد نكتب well، تدرج سيء مثلا نكتب مثلا كذا. هسه هنا جرافل ويل جريدد جرافل وذ سولت، وذ سولت اول شيء ويل جريدد جرافل جي دبليو، احط شارحه ما يصير تسمي اكثر من حرفين نفس الوقت اللي هي هاي الشارحه، شنو اسمها؟ وذ سولت، اذا جرافل وذ سولت جي ام، سولتي كليلي جرافل، سولتي كليلي جرافل، اول شيء يا الاكبر جرافل فيسمى هنا جرافل، تمام جرافل. تجي على هاي التسمية سلت كليلي، تاخذ هذا يلا السلتي الجرافل، او يعني تتسمى بالعكس جرافل كليلي، دور احط فاصلة جرافل سلتي، يعني اللي بي واي واي يعتمد على هذا اثنيناتهم
شوف القرفل راح شلون يكون احنا مثل معطوف عليهن اثنيناتهن، يعني القرفل وي الكلي والقرفل وي السلت. فاول شيء نصنف الكتابه بالعكس، يعني تصير هاي قرفل كلي قرفل سلت، هاي قرفل كلي قرفل سلت. نجي هنا ويل جريدد ساند وذ سلت، ويل جريدد ساند وذ سلت، يعني شنو معناها؟ اول شيء ساند، اذا الساند هو الرئيسي تخلى بالاثنين. ويل جريدد هذا هو بالبدايه، اذا ساند ويل شارحه ساند سلت. تمام، لازم تعرف طريقه كتابه تصنيف التربه، جدا جدا مهم تتعلم من هاي الامثله اللي اعطيتك اياها هنا بالمحاضره. هاي ايضا امثله، شوف هاي ضروري تفتهم من عنده، اذا دي يقول لك كذا بهاي القيم الجي دبليو، تمام عيني. واذا راح نوضحهم بالامثله بشكل تفصيلي اكثر، اليو اس جي اس هاي نسبه لهاي، ايضا هذا الشارت راح يدخل ويانا، طريقه استخدامه راح نتعلم من هناك. نجي هنا لازم نتعلم نحسب الدي، الدي سي يو والسي جي، هاي قوانين تدخلهن. السي يو شو يساوي لك؟ دي 60 على دي 10، والكوفيشنت اوف جراديشن اللي هو عندكم عاملين، معامل الانتظام ومعامل التدرج، ذني السي جي والسي يو، ايضا قوانين ذني تكتبهن، ذني القانونين الكتمه ضمن ورقه القوانين، تحتاجهن للتراب الطينيه، تمام عيني؟ طيب دكتور شلون ارسم التراب؟ شلون ارسم؟ ايضا راح نتعلم طريقه الرسم باستخدام السيمي لوك. السيمي لوك هذا هو التصنيف، هاي الكلاسيفيكيشن، هذا هو التصنيف الاف 200 اذا سي يو، هذا راح اجي اوضح لكم اياه ان شاء الله كملخص نهائي ضمن ما ضمن الشرح النظري، ضمن يعني الاسئله او المواضيع النظريه، البلاستيسيتي شارت، الليكويد ليميت، هذا ايضا هذا الشارت اوضح، اذا تدخلون هذا الشارت، هذا اوضح من ذاك الاول بهواي، البلاستيسيتي اندكس شارت، هذا اوضح يقتص ويدخل ضمن الشارتات المطلوبه من عندك بالامتحان، تحل على اساسها التربه. هاي الورقه اللي تستخدمها بالرسم اللي هو نسبه العابر مع الكرين زايس اللي هو حجم او قطر المناخض المستخدمه. السي يو كذا صنف التربه، شلون نرسمها؟ ان شاء الله راح نوضحها بالمحاضره القادمه. هسه ان شاء الله اليوم احنا خلصت محاضرتنا لهذا اليوم او انتهت، تعلمنا بيها فلسفه وطرق تصنيف التربه، الطرق الثلاثه، واكدنا واثبتنا ان الطرق الثلاثه تعتمد بالدرجه الاولى على اجراء التحليل المنخل، التحليل الجاف بالسيف اناليسيس، واجراء تحليل الهايدروميتر لحبيبات التربه العالقه والعابره من منخل رقم 200، ووضحنا الشارتات والقوانين المستخدمه ضمن المحاضره. اذا عندكم اي سؤال او استفسار خاص بشابتر 4 ضمن السوني كلاسيفيكيشن تقدرون تراسلونا على القناة، لكن أذكر وأنوه أنه الأكزامبل أو الأبليكيشن الخاص بالمادة راح نتناوله إن شاء الله بالمحاضرة القادمة اللي هي تطبيق هذه الأمور بالواقع اللي احنا نسميه الفعلي وكيفية استخدام هذه